الجزائرية من المرتبة من 98 موجب قمنا بتخطيط برنامج بين المؤسستين على أن نعمل جاهدين لتطوير العلاقات بين الإدارة الجمركية الجزائرية والضابطة الجمركية الفلسطينية. هذا البرنامج سوف يكون بإذن الله بادرة خير في إطار العديد من البنود المسطرة، ومنها التكوين، تبادل المعلومات، مكافحة الجريمة العابرة للحدود، تبييض الأموال، ومكافحة المخدرات. وهذا ما يلزمنا من اختصاصات جهاز الضبط الجمركية، والمدير العام لم يبخل علينا بأي طلب من هذه الطلبات، ونحن في إطار توقيع اتفاقية في موضوع ما هي الدورات والتكوين الذي تحتاج إليه الضابط الجمركية.